اول حاجه بعد ندوي لك على الاهداف الجماعيه، حيت انا مع الجروب وكنفكر مع الفرقه ديالي، ما كنفكرش لراسي. يعني الحمد لله قمنا بالواجب وكندويو مباراه جميله، الحمد لله. هادشي كيعطي للجروب اللي هو في المستوى الحمد لله، والدراري كلهم كيخدموا باغيين نوصل لواحد المستوى اللي هو جيد ان شاء الله. انا خدمت وعاودت خدمت باش نوصل لواحد المستوى اللي هو جيد الحمد لله، ونزيد مازال نخدم. يعني ماشي هذا هو المستوى اللي انا باغي. يعني الهدف ديالي هذا الموسم هو نكون الهداف ديال البطوله ان شاء الله الى كتاب، وهذا الشيء ما كيجيش زعما راسي انا. يعني ضروري ما خاصني نتعاون انا والدراري ان شاء الله، وان شاء الله يكون خير من هنا نهايه الموسم ان شاء الله. حاليا انا كنفكر مع الفريق ديالي، يعني كترتبني مع واحد الكونترا اللي هي فيها واحد العقد، يعني اللي فيها واحد المده اللي هي عامين. يعني خاصني نحترم هاد الكونترا هادي، يعني وهاد المسائل هادي ما كنتجنبش لها انايا. هادشي كنخلي الرئيس هو اللي كيتكلف بهاد المسائل هادي. انا كلاعب يعني خاصني نخدم في التيران ونقدم الواجب ان شاء الله. يعني صراحه فريق اللي هو كبير، يعني ما يعني ماشي اي لاعب يقدر يلعب تما. يعني ما هما بغاوك الا ان انت راك يعني مزيان الحمد لله. يعني اي لاعب يتمنى يلعب في فريق الوداد البيضاوي. يعني صراحه فريق كبير وعندهم جمهور كبير، ولكن حاليا انا يعني مرتاح في داخل الفريق ديالي اللي هو فريق الدفاع الحسنين الجديدي. الحمد لله مرتاح ما فيه الكفايه، وكنركز مع الفريق ديالي اللي خاصني نقدم مع واحد المستوى اللي هو جيد ان شاء الله. الصراحه احساس اللي هو خايب يعني وبزاف، يعني ولكن كتشوف حتى هي كتقول يعني ما كتبش. يعني داكشي ديال الله الحمد لله، يعني فيها خير. تقدر تلعب وتقدر تطرى لك شي حاجه اكثر، يعني كتشوف كتتعيا وكتقول الحمد لله فيها خير. يعني انا حاليا كنتمنى، يعني واخا انا كاين على برا ولكن انا ديما معاهم، يعني كنتمنى من الدراري ان شاء الله يحققوا اللقب ان شاء الله. عندنا فرقه في المستوى صراحه، يعني الدراري اللي كاينين كلهم يعني في المستوى. يعني عندنا منتخب باش نحققوا نتائج ايجابيه ونجيبوا الشان ان شاء الله، وعندنا اونترينور هو يعني في المستوى.